تشهد كركوك افتتاح مركز مهم للأورام السرطانية لما كانت أمنية لدينا. هذا المركز من 3 طوابق يسع ل100 مريض، كل طابق فيه تم عن طريق ناس خيرين متبرعين محبي الخير، لم يفرقوا بين أي مكونات كركوك، لا قومية ولا مذهب. وأثبت المركز أورام أنه مركز جامع لكل القوميات في كركوك. نأمل من اليوم، كانت لدينا مثل ما شاهدتم زيارة مهمة جدا من بعثة يونامي ومن سفراء الاتحاد الأوروبي، وطرحنا الموضوع لهم بأننا بحاجة ماسة جدا وطارئة جدا لتأسيسه بأحدث الأجهزة، لأن المركز القديم مركز متهالك وبات لا يقدم خدمات فعلية. هذه البناية اليوم افتتحناها، لكن بحاجة إلى أيضا إلى تجهيز بالمعدات الطبية اللازمة والأسرة الطبية وكافة المستلزمات الطبية. ولهذا كانت اليوم محافظة كركوك متمثلا بسيد محافظ كركوك ومعاونيه، وأيضا بالسادة الوفد من بعثات الدبلوماسية من الدول الأوروبية للاطلاع على والوقوف على هذا الإنجاز وما يمكن تقديمه من مساعدات من هذه البعثات، وأيضا قيام حكومة كركوك وحكومة بغداد أيضا للنهوض بالوقوف بمسؤوليات تجاه هذا الشريحة من المرضى في محافظة كركوك.